أحييكم مشاهدينا الكرام من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث ننقل لحضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية لرئيسة دولة المجر كاتالين نوفاك، والتي تزور مصر حاليا في زيارة مهمة، خاصة في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة والأحداث الأخيرة المتسارعة والمتعاقبة منذ 7 أكتوبر في غزة. وهذه الأمور ربما تستلزم التنسيق فيما بين مصر وعديد من الدول، خاصة الدول الأوروبية، إذ تعد دولة المجر هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وربما تنتهج سياسات الاتحاد الأوروبي. ولكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هناك رأي خاص من دولة المجر في هذا الأمر، خاصة في ما يتعلق بوقف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى حق الفلسطينيين في الحفاظ على دولتهم والعيش جنبا إلى جنب في سلام. وبشكل عام هناك مواقف متوازنة وتأييد رؤية مصر إزاء قضايا السلام في منطقة الشرق الأوسط. العلاقات بين البلدين ربما هي محور الحديث اليوم، إضافة إلى ملفات عدة تشغل بال البلدين فيما يتعلق بالشواغل والأمور التي تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، خاصة في المحيط الإقليمي، وأيضا ما يدور على الأراضي الفلسطينية الآن من التصعيد للعدوان في غزة. وقد نجحت مصر في هذا الإطار في التوصل إلى هدنة إنسانية مدتها 4 أيام. هذه الهدنة التي كان لمصر دور فيها كبير، إضافة إلى دور دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، صفقات أو صفقة تبادل الأسرى فيما بين يعني حركة المقاومة الفلسطينية، إضافة أيضا إلى الجانب الإسرائيلي الذي لديه العديد من الأسرى منذ سنوات طوال. نجحت مصر أيضا في الوساطة في هذا الأمر. لمصر دور مهم جدا، وهي في الواجهة منذ فترات طويلة، وخاصة أن قضية الفلسطينية هي قلب أو لب القضايا العربية التي تهتم بها مصر بشكل كبير، ولها ثوابت فيما يتعلق بهذه القضية. وهذا ما نراه الآن من خلال قيام مصر بالحراك الذي يحدث هنا في مصر، الزيارات المتعددة من قادة العديد من الدول إلى هذا المكان الذي نحن بصدده الآن، إلى مقر رئاسة الجمهورية، في محاولة إلى التوصل لحلول لهذا التصعيد الذي يحدث في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي طالت المدنيين والنساء من النساء والأطفال وأيضا من الشيوخ. فالمجازر التي ترتكب بشكل يومي كان لها انعكاساتها وأثرها على تحرك المجتمع الدولي بشكل كبير. فمصر منذ اليوم الأول منذ أن حدث هذا العدوان، وهي تهتم بشكل كبير بحقن دماء المدنيين الفلسطينيين وإبراز أهمية هذه القضية التي غابت عن الواجهة لسنوات طوال، خاصة ما يتعلق منها بالأمر السياسي، وهو أن يكون هناك دولتان يعيشان جنبا إلى جنب وفقا للمرجعيات والقانون الدولي الذي ضرب به الكيان المحتل عرض الحائط، متحديا هذه القرارات وقيامه بقصف المدنيين الموجودين في قطاع غزة بشكل كبير. مصر لديها ثوابت فيما يتعلق بهذه القضية تحديدا، هذه الثوابت التي من منطلقها تتحرك مصر بشكل دؤوب. دعونا نتحدث أيضا على العلاقات المصرية المجرية، فهي علاقات قوية وضاربة بجذورها في عمق التاريخ منذ سنوات طوال، منذ انفصال المجر عن الإمبراطورية، إمبراطورية النمسا والمجر واستقلالها. في هذا الإطار كان هناك أيضا تمثيل دبلوماسي لدى مصر فيما بين المجر، أو كان هناك قنصلية لدى المجر أو بعثة دبلوماسية لدى المجر في مصر عام 1939. وفي عام 1948 كان هناك تمثيل دبلوماسي لمصر في دولة المجر. إذن هي علاقات قديمة وتاريخية تدفع بالدولتين إلى إيجاد حلول فيما يتعلق بالأزمات التي تمر بها المنطقة. هناك أيضا تنسيق متبادل
اتساق في الرؤى بشكل كبير، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يعني الدولة المجر هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها رؤيتها ولديها مواقفها الواضحة تجاه الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وعدم التوسع في دائرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى طلبها أن يكون هناك رقابة أو متابعة دولية على الأرض سابقا في هذا الأمر، فيما يتعلق بمتابعة ما يدور على أرض الواقع داخل الأراضي الفلسطينية من أجل عدم استشراء هذا السرطان الموجود في الأراضي المحتلة، وهو المستوطنات والاستيطان الذي يعني بشكل كبير يؤثر على طبيعة التغير الجغرافي وأيضا ديموغرافية هذا المكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يسعى إليه الكيان المحتل. ولكن ربما يكون هناك العديد من الملفات التي يتم الحديث عنها فيما بين البلدين. أبرز ما يتعلق بهذه أو أبرز هذه الملفات المتعلقة بهذا اللقاء هو ملف القضية الفلسطينية وما دور في غزة الآن.
احمد راجل حرف الجمهور حرف الشرف جاهز.